هذا السلام عليكم. محاضرتنا اليوم Physiology of Endocrine System. والإندوكراين سيستم important subject. الإندوكراين سيستم راح نتطرق إلى كله including the thyroid gland. وحتى نعرف الإندوكراين مرتبط بالهرمونات لازم نعرف ما هو الهرمونز. لازم نعرف definition, the classifications, general consideration of the hormones, شلون يصير بي synthesis, functions, لأنه ارتباطه بالإندوكراين. مو معنى ندخل تفاصيل، لازم أنه تتعرف على صورة واضحة على الهرمونز تفيدك في حياتك العملية الطبية في المستقبل. بالبداية قلنا الاندوكراين مرتبطة بالهرمونز، والهرمونز بالأصل هي كلمة إغريقية اسمها هرمين الإغريق، وهي معناها المادة أو السبس أو السبستنس اللي يسوي execute think or making arousal، يعني مادة تسوي تنفيذ لعمليات بيولوجية في الجسم ينتج عنها. والكلاسيكال ديفينيشن اوف هرمونز ار سيكريتوري برودكت اوف ductless gland. ومثل ما نشوف بالصورة واضحة نشوف قسم من عندها هذه الاندوكراين جلاندز، لازم تعرفها ظل بالك. الهايبوثالاموس في سبيل المثال، هذا الهايبوثالاموس بالسي ان اس، البينيال جلاند، البيتيوتري جلاند، الثايرويد جلاند، الباراثايرويد جلاند، هذه كلها لها علاقه بالاندوكراين سيستم، بالاضافه الى الادرينال جلاند، البنكرياس، الاوفري، التيستس. هذه مجموعه كبيره من الاندوكراين سيستم راح ناخذها ونتعرف عليها. وقلنا ما دام انه الاندوكراين سيستم مرتبطه بالهرمونات، لان افرازاتها افرازات هرمونيه، وهذه الهرمونات عندنا ثلاث اقسام من الهرمونات الاساسيه، هي الامين هرمونز واللي هي derived from tyrosine or tryptophan including non-epinephrine, epinephrine, thyroxine, melatonin. هذه هي الأمينز هرمونز. وبعدين عندنا البوليبيبتايد هرمونز، هي chain of amino acid مثل منه antidiuretic hormone, growth hormone, insulin, oxytocin, جلايكوكون، ACTH، باراثورمون. هذه هي بوليبيبتايد هرمون. جزء الآخر من البوليبيبتايد يعني معناها هذه هرمونات بروتينية، من هي أذر جلايكوبروتين مثلا LDH، FSH، الثايرويد ستيمليتنج هرمون، LH والFSH هرمونات اللي تسوي بالجهاز الريبرودكتيف سيستم، والثايرويد ستيمليتنج هرمون لها علاقة بالثايرويد جلاند. هذا الجزء الثاني من الهرمونات. فقلنا عندنا امين هرمونز وعندنا بوليبتايد اند بروتين هرمونز، والجزء الثالث هو ستيرويد. الستيرويدات هي عباره عن هرمونات، هذه عباره عن ليبيد ديرايفد فروم كوليسترول، اصلها فروم الكوليسترول، البقيه اصلها بروتينات وامينو اسيد، لكن هذا القسم منين اصله؟ الستيرويد مثلا تستوستيرون، الهرمون الذكري، الاستروجين، البروجستيرون، الهرمون الانثوي، والكورتيزون، هذه كلها عبارة عن هرمونات ستيرويد. وعندنا الهرمونات الى نقسمها قسمين كذلك، قسم من عندها بولر يعني هرمونات تذوب بالماء، سولابل ان ووتر. اذا سولابل ان ووتر ما معناها انه ما تقدر باس ثرو ذا سيل ممبرين،
ما تقدر. مثل هذه منه هذا السولابل ووتر سولابل ذوب الماء، كل البولي بيبتايد الجلايكوبروتين ان موست امينز هذه كلها ووتر سولابل، وخاصيتها ما تقدر تسوي باسنج ثرو ذا سيلز، يعني ما تقدر تدخل للخليه، ما تقدر تدخل للخليه، تسوي شغل من عبر ريسبترز وماسنجرز. الجزء الاخر هي نون بولر نسميه لايبوفيليك، هذا معناها انسولابل ان ووتر، ما يذوب بالماء، بات سولابل وين؟ بالليبد، يذوب بالليبد، هذه معناها مدال يذوب بالليبد، والسيل ممبرين يحتوي ليبد، معناها باس ثرو سيل ممبرين، يقدر يمر بالسيل ممبرين ويدخل للخليه، هذا يدخل من هي الاستيرويدات كلها والثايرويد هرمونز، هذه تقدر تدخل الى الخليه، الى نفس الخليه، وتسوي تاثير من خلال دخول، واضح؟ فهنا عندنا الكمن، كيف يصير الكمن ريجوليشن؟ أساعدنا بالريجوليشن حتى تشتغل الاندوكراين، لازم عنده كلوز ريليشن وذ ذا نيورال سيستم، فصارت نيورو اندوكراين ريجوليشن، نيورو اندوكراين ريجوليشن. تارجت سيل وذ ريسبتر بروتين كومبايند وذ ريجولاتوري مولكيولز، فيصير binding causing specific sequence changing target cell، فنسميها signal transduction، لما يصير signal transduction leading to response، يطلع response. There exists mechanism to quickly turn off the action of the regulator، يعني معناها اكو شيء يسوي ستيموليشن واكو شيء يسوي تيرن اوف، سويتش اون، هذا وين يشتغل؟ النيرو اندوكراينال ريجوليشن، يعني اكو نيورال امبلس واكو اندوكراينال امبلس واكو ريجوليشن يشتغل على سويتش اون سويتش اوف، فهنا يصير رابيد ريموفال اور كيميكال ان اكتيفيشن، من يصير من 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 اكو يصير اكتيفيشن تطلع المواد الهرمونيه تاثر، من يريد يوقف العمل يسوي لنا سويتش اوف، يصير رابيد ريموفال اوف ماتيريالز اند كيميكال ان اكتيفيشن، يحول الماده الهرمونيه الاكتيف الى ان اكتيف، and there is an off switch as well as switch on، فأقو regulation بالميكانيزم النيرو اندوكراينال، معناها switch on يشتغل يحقق النتيجة، صار هوميوستيسيس يوقف الشغل، يسوي switch off، اوكي، بهذه الطريقة هو يقدر يشتغل، هذه هي الميكانيزم of hormonal action. اللايبوفيليك هرمون قلنا هذا تقدر تدخل الى الخلية، هذه عبارة عن استيرويدات ليبيد تقدر تدخل باس ثرو سيل ممبرين، شلون تشتغل هذه الهرمونات؟ تدخل للسيل ممبرين باستطاعتها باسنج ذا سيل ممبرين، ما تبقى خارجا، then bind to receptor، اكو ريسبتر، وين هذا الريسبتر؟ انترا سيلولار ريسبتر، وين الريسبتر؟ انترا سيلولار يعني معناه داخل الخليه، بعدين الهرمون ريسبتر كومبلكس يتكون، اكت اس ترانسكريبشن فاكتور يعني وين راح يشتغل؟ راح يشتغل يعني بالنواه، على يمن؟ على الدي ان اي، ات اكتيفيت ا جين تو ميك ماسنجر ار ان اي، جينات راح يسوي الماسنجر ار ان اي، الدي ان اي راح يسوي الماسنجر ار ان اي، فروم ويتش ان انزيم بروتين از ميد، يعني الدي ان اي راح تنطي تعليمات
تسوي ماسنجر ار ان اي، الماسنجر ار ان اي معناها راح يتكون انزيمات بروتينيه، الانزيمات البروتينيه will in some way change the metabolism of the target cell. تروح على التارجت سيل تشتغل الشغله اللي هي تحتاجها.